أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مرة أخرى. حديثنا اليوم عن موضوع قاوموا إبليس. في القسم الأول ذكرت إنه الشيطان حقيقة لا وهم. في هذا القسم أحبائي أريد أن أقول إنه اعرف عدوك، اعرف عدوك، وهذا مبدأ في الحرب طبعا، سواء في الحرب بين الناس أو الحرب الروحية. وفي تكتيكات عسكرية بتعرف وين نقاط الضعف، كم عدد الجنود، من وين داخلين، من وين طالعين، شو الأسلحة اللي بيستخدموها، شو اللغة اللي بيتكلموا فيها، شو الطريقة، شو نقاط الضعف، شو نقاط القوة. من نواحي استراتيجية منحاول نتعلمها، لكن نفس الطريقة من ناحية روحية أحباء، الكتاب بعلمنا إنه نعرف عدونا. وكتير مرات على فكرة هاي نص الروشيتا، يعني إذا عرفنا العدو يعني زي الطبيب اللي بيعرف التشخيص، بيعرف نوع المرض، بيعرف يوصف العلاج. وإذا عرفنا العدو من هو، طبيعته، شو عمله، ليه بيعمل كل هذه الأفكار، بنبتدي فعلا نشوف انه كيف ممكن نستخدم الأسلحة الروحية.